أعزائي المشاهدين، مرحبا وأهلا وسهلا بكم، وها نحن عدنا والعود أحمد في حلقة جديدة من برنامج رؤيا. ضيفي في هذا البرنامج وهذه الحلقة هو رجل غني عن التعريف. هو رجل يقال بالعربي مسبع كارات، يعني له اهتمامات في كل شيء له علاقة بالجمال، له اهتمامات بكل شيء، له علاقة بالأناقة، له علاقة بالذوق، له علاقة بالفن، بالشعر، بالأدب. لا أطيل عليكم ضيفي، ونحن هنا في مكانه الأثير، هذا المكان الذي جعل منه قلعة يتحصن بها ضد الآخرين الذين يريدون أن يزعجونه بين فترة وأخرى، ولكنه يلتجئ إلى هذا المكان لكي يكون حصنه الحصين. معي هنا في هذه الحلقة الأستاذ خسرو الجاف. أهلا وسهلا بك في هذا البرنامج. أهلا وسهلا ومرحبا بك. أعزائي المشاهدين، قبل أن ندخل في حوارنا وفي تفاصيل هذا اللقاء المشوق الذي أعتقد بأنه سيكون مشوقا مع هذا الرجل الذي يجب أن نعرفه أكثر، لدينا فقرة أسبوعية ستكون في هذا البرنامج، هو الشريط الثقافي. هذا الشريط الثقافي سوف يعرض لكم النشاطات الثقافية والفنية والأحداث التي حدثت في هذا الأسبوع الذي مضى، فتابعوا معنا هذا الشريط وبعد ذلك نعود إليكم. بنهاية العام المنصرم 2020 رحل عن عالمنا هذا فنانون وكتاب، ودخلنا في العام الجديد كطائر مكسور الجناحين. رحل في اليوم قبل الأخير في 2020 الفنان والإعلامي الكردي كاميران عبد الرحمن عن عمر ناهز 56 عاما، وذلك بعد صراع مرير مع مرض السرطان. رحل كاميران عبد الرحمن مخلفا إرثا كبيرا من الأغاني والأناشيد الكردية القومية إلى جانب عمله كإعلامي في فضائية كردستان. من بو عشقی پاکت زاو بو برزی قد پاکت من بو تو خن بو خاکت انا سمان شمالی تو وجود من بو عشقی پاکت زاو بو برزی قد پاکت والنده روح همو کاتی بسر اسمانی تو دفره لنه و ناخی کشتاواتی عشقی تو سر ساو دگری بالم دای روح اموكاتي بصر اسماني تودف. توفي كاتب السيناريو المصري الشهير وحيد حامد الذي ألف سيناريوهات عدد من أبرز أفلام السينما المصرية خلال العقود الأربعة الأخيرة عن عمر ناهز 76 عاما، حيث توفي حامد داخل أحد المستشفيات بعدما قضى أيامه الأخيرة في العناية الفائقة لتدهور حالته الصحية. وكتب وحيد حامد سيناريوهات أفلام عدة تعد من العلامات البارزة في السينما المصرية خلال السنوات الأربعين الأخيرة، من بينها البريء وزوجة رجل مهم وطيور الظلام واللعب مع الكبار. شاءت الأقدار أن تكون سنة وفاة الفنان السوري حاتم علي هي غير سنة دفنه، حيث توفي حاتم علي في العاصمة المصرية القاهرة بنهاية العام المنصرم 2020 إثر نوبة قلبية يصنف بأنه أفضل المخرجين السوريين وصاحب أفضل الأعمال التاريخية والعربية، والتي وقف على رأسها مسلسل الزير سالم عام 2000. وترك علي للدراما العربية أعمالا كبرى كصلاح الدين الأيوبي وعمر وصقر قريش والملك فاروق، وأعمالا أخرى عديدة جعلته أفضل المخرجين السوريين وصاحب أفضل مسلسلات عربية. أنا لي علاقة بتكون مع الممثلين اللي هن أولادي علاقة كتير شخصية وإنسانية،
وحاتم المخرج بهذا العمل وعم بيلعب دور ابني. شوفي الصلة يلي صارت بيناتنا بآخر شيء، لدرجة أنه أنا في مشهد عادت الفنانة المصرية إلهام شاهين بعد غياب استمر 5 سنوات، وشاركت في فيلم حظر تجول الذي يتمحور حول قضية شائكة جدا وهي التحرش الأسري وما يترتب عليها من جرائم تدمر عائلات وتزج بهم في مصير مجهول، حيث قالت شاهين: لا أهتم بالإيرادات وهي ليست مقياسا للنجاح، مؤكدة على عزمها العودة للإنتاج السينمائي، مشيدة بدور المنصات الإلكترونية في عودة الروح لعجلة الفن. لأول مرة في التاريخ يتقدم السودان لجائزة الأوسكار بفيلم ستموت في 20، والذي أنتجته شركات أوروبية ومصرية بإخراج وتمثيل سوداني، حيث أنه من المقرر أن ينافس الفيلم في فئة أفضل فيلم أجنبي خلال مهرجان أوسكار المقبل. ويحكي الفيلم قصة حياة شاب تم تنبؤ بوفاته عند بلوغه سن 20، ويسلط الفيلم الضوء على التحديات التي يواجهها الجيل الجديد من الشباب السوداني. وأنتج الفيلم وسط مظاهرات شعبية واسعة معارضة للرئيس السوداني السابق عمر البشير في نيسان 2019، والتي انتهت بتحرك الجيش ضده وإطاحته من السلطة. كما شاهدتم مع الأسف يعني احنا بدينا البرنامج برحيل الفنان الكبير الفنان كاميرون عبد الرحمن إلى رحمة الله، هو من زملائنا وهو أيضا من الفنانين الذين كانوا يتمتعون بصوت جميل وغنى الكثير من الأناشيد والأغاني الوطنية تتعلق بكردستان وتراث كردستان، وكذلك شاهدنا الكثير من الأخبار. أستاذ خسرو، شنو اللي جذبك من هال الشريط الإخباري اللي أو الثقافي اللي شفناه، شنو اللي يعني انتبهت لأكثر؟ والله أنا شخصيا ما أعرف هؤلاء الأساتذة، ولكن يفرحني بأن يكون أحد بلدان الأفريقية من حالة الاقتصادية الحالية اللي عندهم يشترك في مسابقات أذكار. هذا شخصيا أنا أحترم هذا الحالة، وأتمنى بأن يحصل على جائزة المقبولة في هذا المهرجان العالمي. هذا اللي احنا بديناها بدعم الفقراء، ها؟ ليش ما ندعم الفقراء بلدنا؟ خسرو الجاف، احنا اليوم قررنا انه نفتح هذا اللغز، نفتح هذا الدفتر، نفتح هذا الديوان الكبير اللي اسمه خسرو الجاف. انا قبل كل شيء راح أسألك سؤال محدد. أنا أعرف أن أنت مهندس، أعرف أن أنت كاتب، أعرف أن أنت شاعر، أعرف أن أنت رسام، أعرف أنه أنت يمكن حتى تهتم بالخياطة، أعرف أنه تهتم بالموسيقى. ما هي الصفة التي تحبها أكثر من كل، يعني ماذا تريد أن تسمي نفسك؟ أنا مهتم بالإنسان، نعم، أكثر من أي شيء آخر. أنا عاشق للإنسان، الإنسان الحي وحتى الإنسان اللي غير متعلم. فهذا هو مودن بيده، هو ما متعلم، المجتمع اللي ظلمه هو جعله من بينه غير متعلم. ولهذا أنا شخصيا بغض النظر عن جهية الدينية والعنصرية القومية، يهمني الإنسان أينما يكون. احنا هاي كل هالاشياء اللي انت تخصصت بها، انت سألتني اي فهذا الجواب اعرف الاشياء اللي تخصصت بها هي كلها انسانية، يعني كلها تتعلق بالانسان بالتأكيد. ايه بس انت ك ك ك كينونة ككائن، على اي نوعية من هالمواهب اللي عندك تكون اقرب؟ طبعا انا كاتب، صحيح هو اختصاصي انا معماري، ومعروف لدى العراقيين وبالأخص أهل بغداد، نعم، يعرفوني جيدا، لأن في أي محل من بغداد هناك عمل لخسرو الجاف. فأكثرية المهندسين القدامى والحاضرون يعرفون سيستم عملي، ولكن مع الأسف حاليا
لا أقدر على العمل، لأن أنا لا زال ما مؤمن بالآلات الحديثة على التصاميم وعلى التخطيط. الكمبيوتر لا زال إذا أخطط أخطط بالمثلث وبالتي، عرفتي، وكما كنت كلاسيك. ولهذا هسه عيني ما يساعدني. ما يساعدني. هي السن، السن لها أحكام. بس تبقى أنت بالتأكيد كخسرو تبقى العبقرية موجودة في النشاطات اللي أنت تقوم بها. يعني هو مو شرط تكون معماري أنه تبني بيت وخلاص، لا، لازم يكون عندك لمسة، لمسة خاصة بخسرو الجاف في هذا البيت. شوف كاكا، إنسان دائما المحيط اللي يعيش به أما يظلمها أو يساعدها ويعليها للفوق. هاي الحالة لا يشملني أنا فقط، يشمل كل مبدعين العراقيين. نعم. فاليوم نحن نعيش في مرحلة عاقرة من حيث إذا كان ثقافي أو إذا كان فني أو إذا كان إبداع في شيء ما، فليس هناك إبداع لا في العراق ولا في كردستان كذلك. ليش؟ ماكو، لأن المبدعين، المبدعين لازم يهيئ لهم ظروف خاصة. هالظروف الخاصة اللي يهيئ المبدعين لا توجد في بلدنا إطلاقا. بالمئة بإمكاني أنا أقول 90% من حكام العراق وكردستان، بالمئة 90 ثقافتهم دون مستوى المطلوب. إذن كيف يمكن الإبداع إذا وهو مسؤول عن جانب من القضايا الثقافية؟ ولهذا وخذ من بغداد والجنوب، هو هذا الحالة اللي موجودة. أنا أتابع ما يحدث في بغداد وفي العراق كله، وأرى الوضع المبدعين، أرى وضع المثقفين العراق. أنت ما خليتني أنا قبل كل شيء أسلم أصدقائي القدامى من الأدباء ومن الشعراء. أنت براحتك، البرنامج لك. لا المفروض المفروض قبل البداية. لا شوكت هو ماتري. سلامي يكون لي أدباء أصدقائي هؤلاء اللي عشت معاهم في ضيمهم وفي فرحهم وفي جلساتهم طبعا، ومع فنانين. أنا شاهد، أنا شاهد، لأن كنت مع الأستاذ خسرو الجاف 2003 كنا نلتقي في شارع المتنبي وفي مقهى الشابندر، وكنت أشوف شخصيا، كنت أشوف التفاف الفنانين والمثقفين والأدباء حول هذا الرجل الذي يجلس أمامي، فإنه له بصمة بصراحة. هذا أنا شاهد عيان، مو من لا أدعي فخرا. شوف كاكا، حقيقة هو أنا لدي صلات كثيرة وعلاقات كثيرة مع الأدباء العراق وشعراء، وأنا ذاك ما كنت أشترك في مهرجانات ثقافية كما كذا كذا، لا، عدا بالمربط. مهرجان المربط كنت أقرأ وأقرأ شعر، كنت ضيف دائم. أتذكر مرة اشتركت في بصرة، طبعا القصائد اللي قريتها كان مترجمة، فقبل ما أبدأ بقراءة القصيدة قلت يا ناس يا عالم، ترى الشعر لا يترجم، عندما يترجم يشبه قبلة بين الرجل والمرأة ولكن خلف الزجاج. هذا الكلام صار هيجان في قاع. يعني فعلا تشبيه ممتاز فعلا، يعني أنا أهنيك على التشبيه. فكان يعني أحب أروح للبصرة أشترك في مربط، وبعض المهرجانات الاتحاد الأدباء هم كنت أتواجد كمستمع على الأكثر. نعم. ولدي علاقات، أنا قلت في ضيمهم هم
لأن لا زال هذه الشريحة أفقر شريحة موجودة في العراق. طبعاً, طبعا شريحة الأدباء وشريحة الفنانين. هذا يذكرني بشيء أستاذ خسرو, شيء يؤلم بصراحة. أنا شيء من الناس المتابعين, شيء مؤلم الآن لما تصير انتخابات ولما تشكل الحكومة العراقية خلينا نقول وحتى الكردستانية, يصير القتل والمقتول على الوزارات, يعني كله يركض على الوزارات, مثلا النفط, المالية, وزارة الثقافة ما حد يجي معها. يعني وزارة الثقافة سواء كان في بغداد أو في كردستان ما حد يجي معها, ينطوها مثل هدية. قبل تشكيل الحكومة الحالي تعرف صار انتخبوا شخصين آخرين كرئيس وزراء. أحد منهم اتصل بي رشحني لي كوزير الثقافة. قلت يا أخي أنا شخصيا حقيقة ما أنجح بهذا هذا الوظيفة, وأنا بادي في أي عمل كل ناجح به, فليش تطلبني بدل ما خيرني؟ هذا الطلب أنا ما بإمكاني أن أنفذها, لأنني راح أصبح لعبة مال شطرنج هنا وهناك, وأنا لحد الآن لم أكن في حياتي يوم من الأيام لعبة شطرنج بيد أي واحد, حتى في زمن صدام حسين اللي معروف أصدقائي الأدباء العرب يعرفون جيدا. وحاليا هم أنا خسه وجاف, لا أنتمي لأي حزب. أولا أنا مؤمن برب العالمين ومؤمن بالحياة, حياة بأسلوبي وليس أسلوبك. ما أعتقد بي أعمل, ما أعتقد بي أكتب. لدي أكثر من 4-5 كتاب كان موقوف في عند البوليس الأدب في بغداد, كان إلى أن أبوس نبوس إيد فلان ويلا يا أبا الله يخليك, هذا الكتاب كل شيء ما فيه كل شيء, إلى أن بعدها الطبقة الحمراء لا يزال موجودة. فأنا قضيها شايف هاي المسائل كلها بعيوني بعملي, ولكن لحد الآن متواجد كما كنت وكما أكون. ولهذا لست خدما لأحد على رب العالمين. طبعا هذا هو المعروف عن خسرو الجاف, يعني هو ليس شيئا جديدا, هذا شيء معروف عنه. ولهذا تشوف خسرو الجاف شخصية متفردة, يعني يمكن ماكو شبيه لها. خسرو الجاف بمن متأثر أنت؟ بمن تأثرت؟ يعني كستركتشر, كشخصية, يعني هذا اللبس وهالشعر وهاللحية, بمن تأثرت؟ يعني أنا حقيقة هو حياتي الناس يتصورون كل ملابس اللي عندي ما مو بسعر رباطك, سعر رباطك هذا قماش أشتريه وانطيه للخياط يخيط لي اياه. الأفندي يشتري مثلا رباط ب $2,000 $2,000 رباط واحد. طبعا هذا مو رباطي هو $2,000 بكل, يعني انا تعرف اريد اثبت شيء. نعم. فحتى كل اللي البسه ما يتجاوز $200. اعرف انت اللبس اللي تلبسه, هذا اللبس اي هذا من اسلوبي, تصميمك, من تصميمي. ليش يعني ليش والله ليش ما تحب؟ هذا مو معناته انا احسن من غيري, لا لا لا, لا, لا. احنا ما نقول احسن واسوأ, لا, لا. انا شخصيا مؤمن ببساطه, بساطه في كل يعني شيء. انا اقول تفرد, انا لما اقول تفرد مو شرط انه احسن او اسوأ, لا هذا مو قصدي. لكن ليش تحب تكون أيري عن الآخرين؟ يعني ليش تقول يعني مو مثلهم مو مع ال... شوف خلك هكا أكون صادق معك. أنا شعري طويل, لما كنت بيشمرقة 63 كان شعري طويل,
وبعدها ما كان عندي لحية، يعني نوع من اللحية الخفيفة، كان عمري 18 سنة ما واصل 18، كنت قائد منطقة قرميان هذا 63 زين. بعدين ورا كم سنة رحت إلى كلية الفنون الجميلة فرع المعماري، فشفت ما اللي 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 الشباب كلهم هم أصحاب اللحايا، فأنا هم لحيتي لحية المرحلة البيشمركة بقى ينمو، والشعر راسي هم ينمو. ما شاء الله ما شاء الله. بعدين لما تخرجت كمهندس معماري ظل هذا شكلي وهيبتي وشغلي، لأن شغل المهندسين المعماريين أكثرهم كانوا ذو يعني شعر طويل ولحايا طويلة، فمن منذ ذلك الزمن أنا هكذا. إيش قد صار لك ما قصيت شعرك؟ أنا بين كل سنة وسنة، بين سنتين وثلاثة تعدل أحدد، لأن تعرف العمر صحيح. العمر هم دي يأثر صحيح. فإذا أنت ما تلاحظها راح يصير قسم طويل قسم صحيح. قصير وهكذا. بعض الأحيان أتحيل على شعر راسي. لا لا، هو الهيئة والشكل يعني أشياء خاصة تتعلق بشخصية وكاركتر الشخص، وهذا من حقك الإنساني ومن حقك 100%. نجي الآن إلى الأشياء الأهم، خسرو الجاف ككاتب، اللي قلت أنه أنت تميل كونك ككاتب، وأنا راح أمشي معاك هذا. احكي لنا شلون بدت عندك الكتابة، وأنت حسب ما أعرف تقرأ العربية والفارسية والكردية بطلاقة، هل تكتب بنفس الشيء بالثلاث لغات؟ أكتب، بس أول شيء احكي لنا شلون بدأت الكتابة عندك؟ لكن مو بمستوى اللغة الكردية صح. حتى باللغة الكردية اللي يعرفون اللغة الكردية جيدا يعرفون بأسلوب خسرو الجاف، أنا أسلوبي يختلف عن آخرين صحيح. حتى الأسلوبي وكلمات اللي أستعملها، أنا ابن عشيرة ومن عشيرة قديمة وقروي، لا تنسى هسه لو تقول لي أي واحد أنت قروي ربما يعتبر بأنه ما يتقبل إيه؟ ما يتقبل. أنا قروي عشت في قرية وابن عشيرة، ولكن عشت حياة في أرقى المدن العالمية وشايف كل البلدان العالمية، ولكن لا يزال أقول عندما تفاتحني أقول أنا قروي، يعني بدايتي قروي وتربية عشائرية، ولكن حياتي أصلا غير شيء آخر. ولهذا شوف مو مسألة أقول بصراحة، أقول أنا مثل الرمح، الكذب ويا نفسي ما ممكن، على الأقل ويا نفسي ما أكذب. أنا إذا أكذب مع نفسي ما كيف ما أكذب معك؟ أنا ما أكذب مع نفسي وحياتي، أصدقائي اللي هؤلاء يعرفوني من قريب يعرفون خسرو الجاف بأنني إنسان صادق مع أصدقائي، صادق مع نفسي، صادق مع الحقيقة، وما ممكن أحد يقدر يغريني بأي شيء لكي ألف عن الحقيقة، لا كرم أمشي نحو الحقيقة. هذا هو حياتي، والحمد لله الله مساعدني أنجح في طموحي اللي أنا أعتز بالحقيقة. خسرو الجاف خلال مسيرتك في الكتابة كم كتاب ألفت بالضبط وفي أي مجال؟ أنا لحد اليوم لدي 84 كتاب مطبوع. هالسنة طبعت 13 كتاب، وليس كتيب. طبعا كتبي قسم منها تاريخ، قسم منها فلسفة، قسم منها الفن، و
ترجمة هم لدي بعض كتب مترجمة. أنت تترجم من الفارسي؟ من فارسي من عربي. ويعني بكل الأحوال كتب المترجمة قليل عندي. يعني ما يتجاوز 3 على حوالي. أما كتبي الروايات طبعا في سنة 1994 كان الكرد في عالم، كان لدي 16 رواية، 6 من هاي 16 كنت أنا كاتبها. 94 مع العلم هي الرواية، حتى الرواية في اللغة العربية عمرها ما يتجاوز 100 سنة. ف الرواية هي فن حديث حتى في اللغة العربية، ولهذا بالنسبة لنا الكرد هم كذلك. احنا اذا شئنا وابينا فجزء من العراق لحد الان، اذا 16 رواية لو تقيسها ويا 100 سنة وهاي الدول العربية كلها وشخص واحد خليفة يعني جيد يعني. لا لا بالعكس، يعني هذا فتشي يشرفه ونفتخر به. أنا راح أسأل سؤال أستاذ خسرو، وأريدك تجاوبني بصراحتك المعهودة. نعم. ما تقصير الكرد، ما هو التقصير الكردي في إيصال القضية الكردية إلى غير الكرد، إلى العرب مثلا؟ شنو التقصير مالنا إحنا؟ ليش العرب ما يفهمونا؟ ليش العرب ما يفهمون القضية الكردية؟ حقيقة أنت بصراحة عليك تحكي لي بصراحة بدون مجاملة. أنا ما أجامل على الحق بدون إطلاقاً. مجاملة إيه؟ ما مجامل على الحق إطلاقا. نعم. هو إذا تشوف التاريخ تكوين الحكومة العراقية، تكوين الحكومة العراقية 1920 كان هناك معاهدات، معاهدة سيفر موجودة. نعم. بعدين صار معاهدات أخرى اللي ظلم به الشعب الكردي. دمشق ولوزان. إيه. وبعدين صار هاي الاتفاقية بين إنجلترا وفرنسا. لما سايكس بيكو. إيه. وظلم الشعب الكردي. إذن من تأليف الحكومة العراقية 1920 الشعب الكردي شعر بظلم، شعر بإجحاف تجاهه. هذا هؤلاء الكتاب المنطقيين الإخوان العرب يعلمون هذا جيدا. نعم. أنا لا أتكلم عن المرحلة الراهنة اللي بالتسعين هؤلاء سنة ما يقرأ، سنتين ما يقرأ كتاب واحد. صح. أنا لا أتكلم عن هذا. أنا أتكلم عن أشخاص اللي هم معروفين بكتاباتهم باتجاهاتهم. نعم. ولهذا شوف أنا أتذكر حتى في زمن الملكي هم هناك اعتراضات عن حقوق الشعب الكردي وعن ما يعني إنسان لما شعر بالظلم ما ممكن يسري. فالشعب الكردي لحد الآن يشعر بظلم تجاهه. هذا حق، هذا منطق اللي بالشيء بصراحة أنا دا أجاوبه. أما هل هناك طريقة للمعالجة؟ أنا باعتقادي نعم. مثلا استفتاء، لنفرض استفتاء الرفراندوم الاستفتاء اللي صار في كردستان رفراندوم. نعم. تعال أخي نفذ الدستور بشكل 100%، أنا راح أخلي فكرة الانفصال في قفص ذهبي لمدة 50 سنة. لا، ولكن أنت ما تنفذ الدستور بشكل صحيح. الحقوق أي فقرة من فقرات الـ يتعلق بالشعب الكردي مهضومة. امرأة تقول أنا بوحدي قدرت 10 سنوات اخلي فقره مال المناطق المتنازع علي بالبرلمان ما خليه يفاتحه. امراه. اي صح. كيف تكون كيف تحاسبني على منطقي او احلامي حتى يعني مثل
ما تخلون نحلمهم. هذا حلم، حلم كل كردي. صح. انا قال خلونا نحلم. اذا الاستفتاء ما شيء في قناعتي، ما شيء شيء. هل تحب؟ نعم احب، نعم احب، احب ان استقل. هو شوف تعرف شنو يعني، انا هذا الموضوع الحساس جدا اقول في سوء تفاهم، في مس اندرستاندينج بهالموضوع. كبروا الموضوع بشكل فظيع. فعلا كبر الموضوع. الموضوع هو لا ملو علاقه بالاستقلال، لا علاقه بالكل. ربط ماكو، ماكو ربط. بس احنا ما قدرنا نوصل هاي الفكره للاخرين. استاذ خسرو مو هذا هم ذنبنا بالتاكيد. ما انا دريد اعرف هذا يعني. لان صار التدخل الدول المجاوره جعل هذا الموضوع بهكذا، والرئيس الوزراء الوقت هم كان يزمر ويطبل كانما يعتبر نفسه روميل الصحراء. يا أخي الحركة الأساسية لهل كبروا هل معمعة وجيبوا ودي كان مثل نفاقة، ما كنت نفاقة ما اللي ينفخوه، مثل نفاخة منفوخة. ما يعني أنت تسألني هل تحب أن تستقل؟ نعم يعجبني أستقل. إيه إيه بس يعني هذا العلاقة بكلام أنت جميل، كلامك كان جميل إنه إحنا عندنا حلم. هذا الحلم خلونا نحلم، اتركونا من أرض الواقع البائس. تعال نفذ. إيه نفذ. بس أكو الدكتور. بس أكو أشياء، أكو أشياء يعني 100 سنة، 100 سنة من قبل تأسيس الحكومة العراقية هم يعني من اتفاقية سيفر وقبلها أكو حقوق لهذا الشعب. هاي الحقوق ما كانت تعطى، هاي المشكلة. بس احنا ايضا مقصرين استاذ خسرو. بالتأكيد احنا يعني انا ماذا ادافع، نحن غير مقصرين. احنا صارنا 2500 سنة مقصرين تجاه نفسنا، تجاه نفس. صحيح. بعد الماد اللي كورش الأخميني سيطر على الحكومة الإمبراطورية المادية صار 2500 سنة احنا مقصرين تجاه نفسنا. صحيح. لأن كنا نتابع العواصم الأخرى. صح. ومستمر لحد الآن يعني، وهذا تاريخ. صح. وهذا تاريخ. صح. مو كلام خسر وجه. لا تاريخ، هذا تاريخ. ايه. تاريخ موجود. ايه صحيح التاريخ موجود. فأخي خليني أحلم على الأقل، ما تخليني أحلم. يعني هو ضريبة دفعها الشعب الكردي ولا زال يدفعها، لأنه حلم أنه يقف على رجليه. مو هذا المنطق. أنه إحنا يعني صدق، أنا كنت قبل من أسمع مقولة ليس للكرد من أصدقاء سوى الجبال، كنت أقول هذا كلام يعني شوف ما معقول. أنا ذاك 63 كم سنة قبل، أحلك مرحلة اللي أنا شايفة في حياتي من الجوع ومن الفقر ومن البؤس، هاي السنوات السنوات اللي عشتها كبيشمر. أنا ذاك كل شيء فيه بداياته. صح. أسبوع إحنا ما كان نحصل على خبز جاف. صح. خبز. وطول هاي السنوات لو خبز وشنينة، لو شاي وخبز، لو خبز وشاي، مو أكثر من هذا. فهاي كان حياتنا وبهاي الجبل. طبعا أنا أقول لأن إحنا ليس لنا سند على جبالنا. أنا ذاك، ولكن حاليا الحياة تتغير. عافية. هذا هاي النقطة حاليا لازم نطلع من هالقوقعة. حاليا الحياة تتغير، العلم شيء آخر. الجبل حاليا ما يقدر يحميني. اللي يحميني هو العقلي. صح. العقلي والمنطق. صحيح. منطق السليم. يا أخي تعال خلنا نعيش، هو هذا الوضع اللي يعيش به العراق كله. يعني هو يعني أنا أسألك سؤال. نعم. هو هذا الوضع اللي يعيش به العراق بهاي المليارات اللي راحت هباء؟ أنا لا أتهم كذا شخص أو كذا سارق أو نائب، ولكن أفكر بمدينة بغداد، أفكر بما هو موجود، نفس الهياكل المهدمة كما هي.
هل هناك مسرح جديد؟ هل هناك شيء جديد؟ هل هناك عالم يعني يتعلق بالثقافة يعني بالفن؟ وين هو هذا الوضع الاقتصادي اللي موجود اللي العالم ده يعيشون فيه؟ يعني أنا مرة كتبت شيء في منشور على الفيسبوك، قلت العراق لا يمتلك مترو مثل أي دولة بالعالم، لا يمتلك مجاري الدولة. أخي مترو حلم لا لا مو لا 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 حلم كاكا، هذا المترو كان مشروع من أنا مهندس معماري أنا مهندس معماري من عهد الملك. المترو ليس شيء بسيط، المترو يكلف، لازم أنت تشيل شوارع، لازم تشيل أبنية. أستاذ خسرو أنت أول مرة أول مرة حصل على المجاري المائي لما تمطر مطرة بسيطة في بغداد. هذا هم صحيح. أنا سألوني قال إلى أنت صرت أمين بغداد إيش تسوي؟ قلت أبدأ من جوا القاع. من جوا القاع. لا أنا بصراحة من رحت من خلال زياراتي للقاهرة، لما تشوف المترو مال القاهرة، المترو كان يفوت بين يعني يفوت تحت مدن لأنه رادوا يبنوه، وهذا المترو مال بغداد يعني كان موجود بعهد الملكي. لا تنسى قاهرة جيران الأوروبا، البحر الأبيض المتوسط صحيح وسطهم. أقرأ تاريخ السينما، السينما المصرية 120 سنة عمره، 120 سنة صحيح صح. مو قليلة فلهذا أنت لما بتكون قريب من عالم متحضر مثل أوروبا فبالتأكيد هناك أشياء يعني مو يعني تركنا من المترو، لا أكو مسرح، لا أكو أوبرا، دار أوبرا ما عندنا، فرقة سيمفونية ما عندنا، شوارع ماكو، جسور مثل البشر ماكو، قطارات ما أعرف الله يعني. حقيقة أخي الشريحة المثقفة الأدباء والفنانين والمثقفين الآخرين أفقر شريحة موجودة في العراق، أفقر. أنا معك زين أفقر شيء والله إذا أي شعب ما يحترم مثقفي ما ممكن يخطو خطوة خلال 100 سنة. لا زين هم ممكن يخافون من المثقفين، يخافون من الفلاسفة، يخافون من التغيير يعني مو هذا طبعا حتى في زمن مولانا اللي هذا الكتاب مولانا جلال الدين كان هناك صراع بين العلماء مثل رازي مثل ابن سينا ومع رجال الدين، مع الخيام كان عندهم صراع، مع الغزالي كان عندهم صراع بالتأكيد. ولهذا أول رنسانس في الإسلام اللي صارت مولانا عمل بيه. احنا رح نحكي استاذ خسرو، انت سبقتني، احنا عندنا حلقة خاصة اعزائي المشاهدين رح نسويها على مولانا وتأثير مولانا ومن هو جلال الدين الرومي اللي هو مولانا. على العموم القعدة معاك ما شاء الله يعني ما تمل يعني، بس بالنهاية البرنامج يعني احنا هسه قررنا على نهاية البرنامج، كيف ترى الوضع العام الثقافي والفني في كردستان؟ ليس على ما يرام اطلاقا. الحلول ليس على ما يرام اطلاقا، تقريبا يشبه ما موجود في بغداد. مو ما شاء الله عدوى هي عدوى. اي هاي العدوى موجودة هنا كذلك، ولهذا الوزراء وزارات الثقافة ينتخب كحصة حزبية، فكيف ممكن إذا يكون وزير الثقافة ما يعرف الأدباء والشعراء؟ صحيح. زين الحل إحنا ما بس نعاتب ونقول يا رب أكو حلول، لأن لا ماكو حلول إلى أن القضايا الدينية يتحكم في العراق. أنا في قناعتي ما ممكن تعالج أي معالجة، سواء كان هاي مسألة سني أو شيعي أو مسيحي أو أي دين آخر. الدين لله والوطن للجميع والوطن للجميع صحيح. هذا اللي
أنا أتمنى صحيح. أتمنى لأن فعلا إحنا نستحق الحياة، هذا الشعب يستحق الحياة، يستحق أن يعيش. دقيس تعال يا عالم يا ناس، أغنى دولة، أحد أغنى الدول العالم هو هذا البلد المأيوس اللي اسمه عراق، دي يعيش بها هكذا فقر. الفقر مو من الرب العالمين، الفقر من أعمالي يعني وأعمالك. يعني أستاذ خسرو، الله منطينا عقل، منطينا هبة. أستاذ خسرو، الدولة بيها يمكن آخر برمي النفط بالعالم راح يطلع من العراق، يمكن أكو أول أكو ثاني. دولة بيها نهرين من أقصى شمال البلد إلى الجنوب، دولة بيها فوسفات، بيها كبريت، بيها دولة بيها كل شيء، لماذا ليس فيها خير؟ شوف كاكا، في كردستان من عند النفط، هسه مسألة الجرانيت، الحجر المرمر، الجرانيت هي مسألة مهمة في عالم. صح. الجرانيت على وشك الانتهاء. فالجرانيت حاليا في كردستان اكو جبل طوله 10 كيلومترات وبعرض 3 كيلومترات، هذا بيها جرانيت احمر اسود ابيض، عبالك لعبه مال رب العالمين ما شاء الله. فهذا راح تصبح اقوى من اي ابار نفطيه لهذا البلد. صحيح. يا اخي خلونا نعيش مثل الاخوه، خلونا نعيش نستفاد من واحد من الاخر، من العقل، من المنطق، من الارض، من القاع، من السماء، من الهواء، خلينا نتكاتف. ليش ما تخلونا؟ والله انا صوتي اضم الى صوت الاستاذ خسرو الجاف في هذه المناشده، انه احنا ما نريد اكثر مما نستحق، احنا نريد نعيش، احنا نريد نتنفس هذا الهواء مع الكل، نريد المصالحه، نريد على العموم نتمنى لهذه الامنيات اللي تفضل بها الاستاذ خسرو تتحقق، ونتمنى ان يسمعونا. يعني هلا احنا حكينا بس نتمنى انه يسمعونا، يعني اثنين قاعدين دي يحكي. شوف خلى اللي يسمعوك هؤلاء، انا باعتقادي ما يسمعوك لأن آذانه مقبط، إيه هيك مقبط، ليس هناك آذان بس مظاهر، مظهر أذنين، أما ثقب لا توجد فيه. ولكن نحن لازم واحد يسمع الآخر، المظلومين لازم واحد يشوف الآخر ويسمع الآخرين ويشعر بآلام الآخرين. فعندما يكون الجوع الراية الأساسية للحياة بالتأكيد ينتصر الجوع على الظلم والإبادة. صحيح. طبعا في نهاية هذه الحلقة نشكر الأستاذ خسرو الجاف على استضافته لنا في مكانه وفي متحفه وفي صالونه، ونشكر كذلك سعة صدره. وكما وعدنا المشاهدين فإننا حلقة أخرى مع الأستاذ خسرو الجاف، ولكن تلك الحلقة سوف نتحدث بها حصرا عن أدب مولانا جلال الدين الرومي وعلاقته بشمس التبريزي، وعن أوضاع المنطقة في تلك الفترة التي عاش فيها هذان العالمان الذين نسمع عنهم كثيرا ونستمتع برقصة مولانا كما يستمتع الآخرين. شكرا أستاذ خسرو، أهلا وإن سهلا. شاء الله نلتقي فيه. هلا.